واحد شغال في مزرعة غاب يوم، فصاحب المزرعة قال يمكن عايز زيادة في مرتبه فزوده ضعف مرتبه. تاني يوم غاب برضه، صاحب المزرعة غضب وخصم منه الزيادة اللي اداهاله. صاحبنا ده أخد المرتب وسكت، فصاحب المزرعة اندهش وقال له أمر غريب، زودتك لا اتكلمت ولا شكرت، ولما جيت نقصتك لا زعلت ولا اتكلمت. فرد عليه وقال له، لما زودتني مراتي كانت حامل فقلت ده رزق المولود الجديد، ولما خصمتهم كان المولود مات فقلت ده رزقه وانقطع. سيدنا علي دخل المسجد، فواحد مسك فرسه لحد لما يصلي، فسيدنا علي فكر في نفسه يديله 4 دراهم، فالراجل طمع في سرج الفرس وسرق وهرب. فلما طلع وملقاش السرج نزل السوق يشتري سرج جديد، فسأل على تمنه لقاه 4 دراهم برضه، فقال سبحان الله، لولا لم يستعجل الحرام لأخذه بالحلال، لن تموت نفس قبل أن تستوفي رزقها، رزقك هيجيلك هيجيلك لحد عندك، سواء كان مال أو شغل أو زواج، بس ما تستعجلش تاخد رشوة أو تحارب الناس في رزقها، هيضيع على مرض أو تقل بركته، تلاقي دخلك كبير بس طلباتك أكتر. ما تستعجليش على العريس إنك تدخلي في علاقات أو تلبسي لبس ملفت أو تتسهوكي، اللي هيرضى بيكي كده هيبقى مش تمام وهيشربك المر. ما تستعجليش على الخلفة يمكن يجيلك عوق. أمي قالت لي، سعى ممكن تترك 99 باب وما يتفتحش، والباب رقم 100 تلاقي رزقك كله، ساعتها هتستغرب جالك منين وازاي، ساعتها بس تعرف ان ده كان رزقك ومتحوش لك. وفي السماء رزقكم وما توعدون.